مع الشيخ ولا تفضل معي. طيب بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فإنني أحمد الله جل وعلا وأشكره الذي بلغني وإياكم شهر رمضان المبارك، وأسأل الله جل وعلا كما سلمنا إلى رمضان أن يتسلمه منا متقبلاً، إنه خير مسؤول. إخواني وأخواتي، عنوان هذه الكلمة: الصالحون في رمضان. شهر رمضان هو واسطة عقد الشهور عند الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار. خلق السماوات السبع وجعل أفضلها السابعة، وخلق الملائكة وجعل أفضلهم جبريل، وخلق البلاد وجعل أفضلها مكة، وخلق الأيام وجعل أفضلها يوم الجمعة، وخلق الأشهر وجعل أفضل الشهور هذا الشهر الذي نتفيأ ظلاله، شهر رمضان المبارك. قال الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر الفضيل استودعه الله جل وعلا برا وعملا صالحا. هذا الشهر الفضيل محطة لحط الخطايا. هذا الشهر الفضيل موسم من مواسم الخير، بل من أعظم مواسم الخير عند الله رب العالمين. ولذلك لله عز وجل نفحات، ولله عز وجل مواسم يهيئها لعباده ويمنحها لخلقه ويهبها للصالحين يتفيؤون ظلال هذه المواسم، فيعظم الله جل وعلا فيها الحسنات ويكفر السيئات ويعلي في الدرجات. فلله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، فإن من أعظم نعم الله عز وجل أن يوفق الله جل وعلا عبده للعمل الصالح. نعم، من أعظم النعم وأجل المنن أن توفق للعمل الصالح، لا سيما في هذه المواسم الخيرية التي فسح الله عز وجل فيها في الآجال ومد في الأعمار حتى أدركنا هذا الموسم الكريم والشهر الفضيل. ولذلك عباد الله، إخواني وأخواتي، هذا الشهر الفضيل يمثل رأس مال الإنسان في هذه الحياة. هذا الشهر الفضيل يمثل فرصة العمر التي قد لا تعوض في السنوات القادمة. أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأدِّ حقوقه قولاً وفعلاً، وزادك فاتخذه للمعاد. فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادماً يوم الحصاد. شهر رمضان كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم تتغير أحواله وتتبدل شؤونه في رمضان. من تتبع هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجد أنه ينشط في العبادة في رمضان ما لا ينشط في غيره صلوات ربي وسلامه عليه. قد ذكر هذا شمس الدين ابن القيم في كتابه الماتع زاد المعاد، ذكر بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت أحواله في شهر رمضان تختلف عن بقية الأشهر والأيام. نعم، إنه شهر الخيرات وشهر الحسنات وشهر رفعة الدرجات وشهر تكفير السيئات. النبي عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس
وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل يدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم، ولذلك أكمل الهدي وأتم الهدي وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم القائل: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الشهر الفضيل يخرج منه الإنسان إذا أخلص النية وأصلح الطوية واتبع هدي وسيرة خير البرية، يخرج منه كيوم ولدته أمه. نعم، إنه شهر الخيرات، إنه شهر البركات، إنه شهر الإحسان، إنه الشهر العظيم الذي يمثل واسطة عقد الشهور عند الله رب العالمين. ولذلك كان السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم يستثمرون هذا الشهر ويهتبلونه فيما يقربهم إلى الله جل وعلا. كانوا يحرصون على صيامهم حرصاً شديداً. إذا ما جئنا إلى الصيام فإنهم كانوا يصومون شهر رمضان، وكانوا يحافظون على هذا الصيام، يصومونه إيماناً واحتساباً وتقرباً إلى الله رب العالمين. لا يريدون من هذا الصيام أن يخدشه شيء من الأشياء، ولا أن ينقص الأجر فيه شيء من الممارسات، وإنما كانوا يخلصون فيه النية لله عز وجل. كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم يقومون ليل رمضان، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة التراويح 3 ليال ثم دخل بيته خشية أن تفرض على أمته ولا يستطيعون. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. كان البخاري رحمه الله إذا جاء رمضان جمع المصاحف وجمع أصحابه وكان يقوم بهم ليل رمضان. كان السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم يقومون ليالي رمضان، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه نوب تميم بن أوس الداري وأبي بن كعب يصلون بالناس، فكانوا يقرؤون بهم بالمئين، يقرؤون بهم بالمئين. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقومون ليالي رمضان ولا ينامون إلا قليلا، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. كان يسمع لهم دوي في الليل البهيم، يسمع لهم دوي بالقرآن كدوي النحل، إذا ما الليل أقبل كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأرض في الدنيا هجوع، لهم تحت الظلام وهم سجود أنين منه تنفرج الضلوع. كانوا يقومون الليل. طاووس بن كيسان اليماني كان يفرش له الفراش ويضع يده عليه ويقول: ما ألينك لكن فراش الجنة ألين، فيقوم ويصف قدميه ويلقي برأسه بين يديه تحية لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى جل وعلا. كان بعض السلف ينام على فراشه فيتقلى كما تقلى الحبة في المقلى، ويقوم يصف قدميه قائما لله يقول: طير ذكر جهنم النوم من عيني. كانوا يقومون الليل رضي الله عنهم في جميع الأيام في جميع الليالي، لكنهم في رمضان كانوا أشد رضي الله عنهم وأرضاهم. كانوا يقومون الليل، يسهرون الليل قياما لله عز وجل، يقطعون الليل تسبيحا وقرآنا، ضحوا بأشمط
عنوان السجود له يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم يحرصون على قراءة القرآن على طوال العام، لكنهم في رمضان يقرؤونه قراءة عجيبة. لماذا؟ لأنه شهر القرآن. قال الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. كانوا يعتزلون لقراءة القرآن. فهذا إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه يفر من دروس الحديث والفقه ويقول: هذا شهر القرآن. كان السلف الصالح رضي الله عنهم يختمون ختمات عجيبة لكتاب الله عز وجل في رمضان. يروى عن الإمام الشافعي أنه كان يختم في رمضان 60 ختمة. فيا لله، ما هذه الهمة، وما هذا النشاط، وما هذه البركة التي منحهم الله عز وجل إياها. عثمان بن عفان قام ليلة كاملة وختم القرآن فيها، وهذا ثابت بالإسناد الصحيح. تميم بن أوس الداري ختم القرآن في ليلة، وهذا ثابت بالإسناد الصحيح إليه. وجمع من السلف الصالح كان ديدنهم القرآن وهجيراهم القرآن، يرددون كتاب الله عز وجل ليل نهار، يتعاقبونه في الصلاة وفي خارج الصلاة، كانوا يقرؤون القرآن. روي عن بعض السلف أنه قال: كان يختم القرآن كل يوم، وكان يختم القرآن كل أسبوع مرة، وكان يختم القرآن كل شهر مرة، وكان يختم القرآن كل سنة مرة. يقول: ولدي ختمة من 30 سنة ما ختمتها. هذه ختمة التدبر، ختمة التدبر والتعقل والتفهم لكتاب الله عز وجل. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم، كانوا يقرؤون القرآن. يقول النووي رحمه الله تعالى جامعا هذه النصوص الحاثة على عدم استعجال القراءة وعلى تعجل كثير من السلف القراءة، قال: يشرع الختمات في المواسم الشريفة، وأعظم المواسم الشريفة موسم شهر رمضان. نعم، يشرع الإكثار من ختمات القرآن في المواسم الشريفة، لكن قراءة التدبر والتفهم ينبغي أن تكون بتأني، وينبغي أن تكون قراءة مفسرة حتى يعود هذا على القلب بالإيمان وزيادته. كان السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم يحفظون صيامهم عن كل ما يخدش وجه الصيام الصبيح. كان أحمد بن حنبل وجمع من السلف يدخلون بيوتهم ويلبثون في مساجدهم يقولون: نحفظ صيامنا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم. والمعنى أنني متلبس بعبادة لا تسمح لي أن أنزل من علياء مجدها إلى هذا الإسفاف وإلى هذا النزاع. ولذلك يعلنها مدوية قائلا: إني امرؤ صائم. كذلك كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم يجودون في رمضان ما لا يجودون في غيره. أيديهم سحاء بالعطاء في رمضان على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم،
كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. كان السلف الصالح في رمضان أيديهم سحاء بالعطاء، يتصدقون ويطعمون ويفرجون الكرب رضي الله عنهم وأرضاهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من فطر صائما فله مثل أجره. ولذلك رمضان مناخ لاستنبات الخير والصلاح، رمضان موسم للعبادة والطاعة. والسؤال: لماذا كان السلف الصالح أحوالهم في رمضان على هذا المثال؟ أولاً، لأنهم يقتفون أثر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يقرؤون في هدي النبي عليه الصلاة والسلام فيكتشفون بأن أحواله في رمضان عجيبة، ولذلك كانوا يقتفون أثره ويأخذون من دله وهديه صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر أن هذا الموسم هبة من الله وعطية من الله وهدية لنا من الله عز وجل. هذا موسم قد لا يتكرر على الإنسان، ولذلك كانوا يستثمرونه ويستغلونه، لأن الله جل وعلا يغلق فيه أبواب النيران، ويفتح أبواب الجنان، ويصفد فيه مردة الجن، فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غير رمضان. هيأ الله جل وعلا لنا أسباب الطاعة، وسد وحسم كل أبواب المعصية. ولذلك لم يبقى إلا أن تعمل وأن تزرع الخير في هذا الشهر، وأن تستنبت الصلاح. أمر آخر: كان السلف الصالح رضي الله عنهم عبادتهم ليست موسمية ولا وقتية ولا مزاجية، وإنما كانوا يعبدون الله تعالى على الدوام: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لكنهم يزدادون عملاً في شهر رمضان، ويجعلون من شهر رمضان نقطة انطلاق للاصطلاح مع بقية الطاعات والعبادات التي تكاسلوا عنها. لا كما هي أحوالنا من الناس من لا يعرف قراءة القرآن إلا في رمضان، فإذا انتهى رمضان أغلق القرآن وقال وداعاً إلى رمضان القادم. من الناس من لا يعرف قيام الليل إلا في رمضان، حتى إذا أدبر رمضان قال إلى رمضان القادم. من الناس من لا يعرف الجود والصدقة والإحسان إلا في رمضان، حتى إذا ذهب رمضان جفت مشاعره ويبست يده عن العطاء وعن الإنفاق. من الناس من لا يعرف المحافظة على صلاة الفريضة إلا في رمضان، حتى إذا ولى رمضان ذهب وعاد إلى الكسل والدعة والتساهل، نسأل الله العافية والسلام. كان السلف الصالح ينطلقون من رمضان لمحاسبة أنفسهم على تقصيرهم في الطاعات والعبادات، ولذلك رمضان مظلة يستظل بها أهل الإيمان، فيخرجون منها بأعمال صالحة يرجون ما عند الله رب العالمين. ولذلك إخواني وأخواتي، هذا الشهر شهر عظيم وموسم كريم وضيف عزيز، أيامه معدودات تمر سريعا وتنقضي،
سريعاً. فالله الله، باهتبال هذه الفرصة واستغلال هذه النعمة من الله جل وعلا، وذكر الصالحين لا شك أنه يحفز وينشط على العمل، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. هذا الموسم قد لا يتكرر علينا في الأعوام القادمة، تعلمون وتعرفون ونعلم ونعرف أناس كانوا معنا في رمضان الماضي من أقارب وأصدقاء ومن أرحام وجيران ومن مشاهير قد نعرفهم ولا يعرفوننا، صاموا معنا ولكنهم في هذا العام في الدار الآخرة، ذهبت أرواحهم النفيسة فلتة، كانوا يؤملون أن يصوموا رمضان لكن اخترمتهم المنية وقطعهم الأجل عن أن يصوموا هذا الشهر معنا، ونحن أبناء هذه الدنيا على خطر، ما منا واحد إلا وهو قاعد من عمره على شفا جرف هار، أولى لنا ثم أولى لنا. أسأل الله تعالى يتقبلنا وإياكم، وأن يجعلنا وإياكم مع من قيل لهم اذهبوا مرحوما لكم إنه خير مسؤول. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.